الآن جاء موعدنا مع أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة. تصحبنا فيها الزميلة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لكما فاطمة وأدا، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع الجهود لجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات ذات الأولوية القصوى للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جادة لتذليل كافة المعوقات والترويج للفرص الواعدة للاستثمار في مصر. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع حسام هبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي أكد أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بالرخصة الذهبية، وأنه هناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدويا أو إلكترونيا. شهدت أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط فترة صعبة في عام 2022، حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا بشدة على معنويات المستثمرين. وأظهر بيان صادر عن البورصة المصرية تسجيلها أفضل أداء بين بورصات منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، حيث ارتفع مؤشر الأسهم القيادية محققا مكاسب سنوية بنسبة 22%. وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة مكاسب في الربع الأخير بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات. صعدت الأسهم السعودية في ختام التعاملات لتبدأ عام 2023 على ارتفاع تماشيا مع التوقعات الاقتصادية في البلاد، في الوقت ذاته الذي كانت فيه معظم البورصات الخليجية الأخرى مغلقة بسبب عطلة رأس السنة الجديدة. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 7% مع صعود سهم أرامكو بنسبة تقدر ب 9%. وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 3%. توقعت سلطنة عمان أن يصل عجز موازنة عام 2023 إلى 1.3 مليار ريال عماني، أي ما يوازي 3.38 مليار دولار، أي ما يقدر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. كما خفضت السلطنة الإيرادات الإجمالية المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية لعام 2023 بنسبة تقدر ب 5% مقارنة بعام 2022 إلى 10 مليارات و50 مليون ريال عماني، فيما قدرت حجم الإنفاق العام بحوالي 11.35 مليار ريال بانخفاض يقدر ب 6.4%. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى فاطمة وأدا. شكرا منا إياب على هذه الوقفة الاقتصادية.